يقول هل يجوز الخروج على قحط بعدما أكثروا في الأرض الفساد؟ والله هو قحط ما حفظ دينا ولا أصلح الدنيا، قحط ما نجحت إلى الآن إلا في أشياء يسيرة جدا. أول هذه الأشياء تمزيق النسيج الاجتماعي بزرع الأحقاد بين طوائف المجتمع المختلفة وهدم الأصول الثابتة من القيم والأخلاق التي تواضع عليها الناس. ما نجحت إلا في قضية تجفيف منابع يعني الدعوة الإسلامية بإغلاق المنظمات وإلغاء قانون النظام العام وما إلى ذلك. ما نجحت إلا في قضية الإفساد الإعلامي بما هو حاصل في القنوات التلفزيونية الحكومية وشبه الحكومية. ما نجحت إلا في ترويج الأكاذيب عن طريق ما يسمى الآن بلجنة إزالة التمكين وما إلى ذلك. هذه القضايا للأسف التي برعوا فيها. أما بعد ذلك إصلاح معاش الناس، رتق النسيج الاجتماعي وجمع الناس على قضايا كبرى، تقديم نموذج لحكم راشد يعلي المصلحة الوطنية أو المصلحة العامة على المصالح الخاصة، كل هذا هم فاشلون فيه بامتياز. لكن لم نجبه يا شيخ، هل يجوز الخروج عليهم؟ لكن الخروج هذا ما هو؟ أيوة، يعني أنا مضى الكلام كثيرا بأن قضية المظاهرات، قضية الاحتجاجات والاعتصامات وما إلى ذلك، هذه كلها ليست خروجا. وتجوز على حاكم مسلم وغير مسلم وغيرها. نعم، هذا الكلام قديم، يعني من قديم قلناه. أما قضية الخروج معنى أنها خروج طائفة يعني ذات شوكة بالسلاح على الإمام أو الحاكم المبايع، هذا هو الخروج الذي يمنعه الشرع. نعم، ويمنعه الشرع لأن فيه إفسادا. فيه إفسادا وفيه مفاسد عظيمة جدا. إلا أن يكون الشخص هو صاحب شوكة. نعم. يعني كما يحصل في الانقلابات العسكرية. نعم. يعني